الرياضة تخلقت باش توحد شعوب, باش تعرف شعوب لبعضها, لا باش ما تفرقش, باش ما توسعش الحقد. الرياضة تخلقت باش يكون أفكار سليمة وأفكار مواجهات سليمة, مواجهات نظيفة, وهذا الغاية. ويزم اليوم مع تشوفنا السنين اللي فاتت الكل صاروا عدة مشاكل بين بلدان في مقابلة كرة قدم في العالم العربي. للأسف الرياضة ولات تستعمل كأداة باش لهيو شعوب بالعنف بالكذا لغايات سياسية ما أبعد. وفي الأساس هي هذا زي المثال هذا باش يكون تآخي وتحابب, وهذا هو أساس الرياضة. وحابين نساهموا كرياضيين سابقين في منتخب التونسي والأندية التونسية, حابين نساهموا باش نعطيه ممكن إشعاع أكبر للدورة هذه. نعم. على مفترق بعيد شوية من مسؤولية الرياضية. نعم. يعني أنا اليوم خيرت باش ندخل عالم آخر كرياضة, ولذا اليوم بطبيعة الحال مستشار عن بعد في النادي متاعي وفي الرياضة في بلادي, ولذا ما عنديش مهمة رسمية اليوم. اللي ما حبيتش نتقمص مهمة رسمية ليك كثر عملي وليك كثر كذا. منتخب تونسي عنا عدة لاعبين كويسين, عنا مجموعة شابة كويسة, بس فما تصليح بعض الحاجات في تونس, وإن شاء الله المستقبل يكون أفضل بعد انتصارنا الأخراني على الرأس الأخضر. إن شاء الله المنتخب التونسي باش يدخل في المجموعات, لكن حظوظنا متقاسمة وعنا حظوظنا يزمنا, لكن شرط أن يكونوا نصلحوا عدة نقائص قبل ما ندخلوا في دور المجموعات.